عاش مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس منذ سبتمبر 2015 حالة من الاحتقان والفوضى بسبب اعتزام وزارة الصحة تعيين مدير عام المؤسسة العسكرية، ورفض عدد من الأطباء والعملاء للقرار هذا. وأمام تشبث الوزارة بقرارها وتواصل رفض نقابة الصحة للتعيين هذا اللي وصفته بمحاولة لعسكرة قطاع الصحة، تم طرد مجموعة من النقابيين بسبب رفضهم للمباشرة والاعتصام وتعطيل عمل للمستشفى. الاحتقان داخل المستشفى دفع المدير العام المعين شكري التونسي لمباشرة أعماله من داخل مقر الإدارة الجهوية للصحة. المسألة ما وقفتش عند الحد هذا، وتم اقتحام مقر الإدارة الجهوية وإخراج المدير العام بالقوة من مكتبه. وقع دخول عنوان المكتب اللي موجود فيه أنا، وأنا كما تعرفوا قاعد نعمل في المكتب متاع السيد المدير الجهوي للصحة بصفاقس، لأنه منذ 7 أشهر وقع منعي من الدخول إلى المستشفى، وجاء أعضاء النقابة دخلوا للمكتب وقع إخراجي باستعمال القوة وباستعمال ألفاظ بذيئة. النقابة عبرت من جديد على تمسكها بعدم قبول القرار هذا، وأنه باش تواصل منع المدير العام من مزاولة مهامه. اتفاق اللي صار بين الأخ الأمين العام والسيد وزير الشؤون الاجتماعية مع وزير الصحة العمومية، والاتفاق هذا في بداية شهر مارس، واللي تم الاتفاق عليه هو أنه العسكري هذا باش معناتها إلغاء العسكرة في السبيطار بصورة نهائية، وماش يبقى هنا في الإدارة الجهوية لمدة شهر أو شهر ونصف، ومن بعد يخرج على روحه، ويقع معناتها إلغاء القرارات الظالمة في حق الإداريين، وكذلك إلغاء الإجراءات التأديبية في حق النقابين. والاتفاق هذا صار، وقع تأكيد كذلك من الأخ الأمين العام والسيد رئيس الحكومة وكذلك السيد رئيس الجمهورية. مرة أخرى وزير الصحة يحب معناتها يحسب ألا روحه ويقرأ كان في مستقبله السياسي. تتفاقم أزمة المستشفى الجهوي بصفاقس وتتعطل مصالح الناس في واحد من القطاعات الحيوية اللي ما يقبلش التعطيل، ويبدو إنها باش تتواصل وسط غياب حل واضح وتمسك الوزارة والاتحاد بموقفهم.